فهذا الشيء يعني عايشة وياه بجحيم، يعني شنو أني يعني يخون بي وقدام عيني ويجيب المرأة فدمرني. واللي اكتشفت خيانته في بيت الزوجية. أني يتيمة، الأم والأب، عايشة بس أنا وأختي. أختي متزوجة بمحافظات، جتني قسمة فتزوجت حالي حال أي بنية. تزوجت ويا شخص وعشت حياتي، فاكتشفت إنه الشخص هذا مدمن، يعني شراب وعنده نسوان. فمرة شمشت بالبيت يم أختي، فمن رجعت من للبيت فشفت جايب وحدة، فتعاركت وياه وصارت مشكلة، طردني من البيت. فقلت ما عندك أحد وبالشارع، فاضطريت أرجع لأن وين أروح. فتكررت الحالة أكثر من مرة، تطورت، قام يجيب البنات للبيت يعني قدام عيني أشوفه ويخوني ويا وحدة قدام عيني زين، وما أقدر أحكي لأن يعيرني إنه أنت ما عندك أحد. وفعلا أنا ما عندي أحد، يعني قلت لك هي أختي ومحافظات متزوجة. فالحكي إنه أني يعني أشوف الخيانة قبالي ويهين بي وماكو احترام وذلني، وأني صاحبة جهال اثنين. فهذا الشيء يعني عايشة وياه بجحيم، يعني شنو أني يعني يخون بي وقدام عيني ويجيب المرأة فدمرني.